وعشان نبدا حلقتنا ونبدا اخبارنا خليني اقول لحضراتكم عشان نحدد اهدافنا برضو ايه المطلوب في الوقت الحالي خدوا بالكم انا عايز افكركم انه اللقبين اللي احرزوا من نادي الاهلي في دوري الابطال النسخه الاخيره وقبل الاخيره التاسعه والعشره الاهلي في دور المجموعات ما كانش في افضل احواله ونتائجه في اوقات كتيره جدا ما كانتش احسن نتائج يعني على الرغم من انه طبعا الفرق اللي انت بتقابلها في المجموعات اكيد طبعا مستواها اقل من الفرق اللي بتقابلها في دور الثمانيه ودور قبل النهائي والنهائي ده طبيعي جدا ومنطقي جدا رغم كده انت فنشت تاني في المرتين يعني في المرتين اللي انت فزت فيهم او حققت فيهم اللقب ما تصدرتش مجموعتك فالهدف من المرحله دي انا بالكلام ده لجمهور النادي الاهلي انا ما بشغلش بالي قوي من السوشيال ميديا الحقيقه انه يعني انا بشك في نواياها دايما وبحس في اوقات كتير جدا انها موجهه او على الاقل ليها ممكن تكون اغراض يعني بين السطور لكن مش أنا يعني مالناش ده انا بكلم الناس اللي هي حتى ملهاش في السوشيال ميديا اللي بتشجع الاهلي وما لهاش غير يعني انها تشوف ماتشاته وتشجع فرقته وبس يعني الناس دي انا عايز اقول لها اه ممكن نبقى مش راضيين وممكن نبقى توقعاتنا او اللي احنا منتظرينه من الفريق احسن من اللي بيتقدم لكن حط في اعتباراتك ظروف كتير جدا جدا ممكن تبقى ماشيه عكس التيار المطلوب ايه من مستر موسيماني في المرحله دي المطلوب انه يضمن تاهل النادي الاهلي للادوار الاقصائيه بدون الدخول في اي حسابات معقده بدون مخاطره بدون ما يكون في تهديد باي نوع او باي شكل من الاشكال لمشوار النادي الاهلي السنادي دي لانه السنه تقدر تراهن بشكل كبير جدا على فرص النادي الاهلي في تحقيق اللقب والسنه انا بقولت لحضراتكم قبل كده وبكرر مره ثانيه السنادي هي افضل ظروف فيها الاهلي بطوله افريقيا من سنين طويله فاتت سواء اللي وصلنا فيها حتى النهايه وما حققناش لقب او البطولتين اللي حققنا فيهم لقب التسعه والعشره لكن خد بالك دايما ان العروض على الرغم انها يمكن بتبقى مش على مستوى المطلوب من الاقناع في البدايات لكن محدش كان يتوقع انه مع العروض دي انك انت تطلع تكسب الوداد رايح جاي او انك انت تكسب الترجي رايح جاي في ادوار اقصائيه وفي مشوار اصعب بكتير جدا من دور المجموعات ويمكن مستر موسيماني كان بيتكلم على ان الاهلي تعادل مع باترو اتلتيكو في ملعبه السنه اللي فاتت وراح كسب هناك ثلاثة آه اعتقد على ما اتذكر فبالتالي المطلوب هو تحقيق الهدف يمكن ما تكونش راضي عن النتائج او ما تكونش راضي عن الاداء لكن ده ما يمنعش في النهايه انه الهدف واضح ومحدد لجهاز فني واللعيبه والجمهور والاداره النادي وهو الوصول للادوار الاقصائيه وبعدها بقى يكون لينا كلام تاني النهارده مستر بيتشو موسيماني قرر يدي اللعيبه راحه وظهر اعتقد يعني تتفقوا معايا يعني في وقت من الاوقات في يعني شفتوا لعيبه لعيبه برده في النهايه بشر يا جماعه يعني اللعيبه بذلة مجهود غير طبيعي الموسم ده وانا كنت بقول انا مشفق على كارلوس كيروش ومشفق على لعيبه المنتخب اللي هتلعب ماتش السنغال انا مش عارف ازاي بصراحه هيوصلوا للمرحله دي ويلعبوا اقوى منتخب في افريقيا في الوقت الحالي لعيبه من مش منهكه لعيبه مستنزفه والحقيقه مش دفاعا عن حق الاهلي انا بتكلم على منتخب مصر والله الكلام ده المنتخب مصر مش للنادي الاهلي بس انا مشفق جدا كان من منطقي جدا ان ماتش بيراميدز يترحل شويه يعني يعني الموسم كله مترحل هنيجي على مباراه في شهر في يعني في منتهى الاهميه بالنسبه لحسم مصير التاهل لكاس العالم ونضغط اكتر على لعيبتنا انت بتتكلم على فريق هيديك على الاقل من 8 ل 10 لعيبه حسب الرجل هيستقر على مين في النهايه في, في, في اختياراته لكن هيديك من 8 ل 10 لعيبه في سكواد منتخب مصر اللي هيلعب مع السنغال حالتهم هتكون ايه ده هو نفسه كان بيتكلم انه مش راضي على يعني مستوى الاداء في اغلب لعيبه الانديه اللي بتلعب في الدوري فبالطبيعي جدا انه هيحمل على مين على الاهلي وعلى الزمالك وعلى بيراميدز والاهلي طبعا صاحب نصيب الاسد اللعيبه دي هتروح المعسكر حالتها ايه هتلعب او هتحضر او هتجهز لماتش السنغال ماتشين على فكره أنت مع السنغال ما تحسبوش ماتش ماتشين في في خلال اقل من اربع ايام 25 29 فكان منطقي جدا مش عشان الاهلي عشان المنتخب انه نحاول ندي اللعيبه مساحه يتنفسوا فيها يستجمعوا فيه فيها قواهم عشان يبقوا جاهزين ان شاء الله لمواجهه السنغال على كل الاحوال ده مش قررنا وتم التاكيد خلاص على انه المباراه هتتلعب يوم الثلاثاء عايز اقول لكم حاجه كمان عشان انا يمكن واحنا بنتكلم على ماتش المريخ ومباراه العوده اللي هي تبقى ماتش المريخ يعني وانتم عارفين ان المريخ بيلعب ماتشاته هنا في القاهره والكلام الكتير اللي بيتقال على انه لا المباراه هتتنقل بقى بما ان المريخ بقى داخل في المنافسه مع الاهلي وسان داونز الكلام ده دا حتى اللحظه لم يتم تاكيده وحتى اللحظه اللي بكلم حضراتكم فيها مواجهه الاهلي والمريخ هتكون هنا في القاهره على ملعب الاهلي والسلام والكاف الكاف اكد انه لم يتلقى اي اتصال او لم يحدث اي تواصل مع اداره نادي المريخ لنقل مباراة في غير الجهه اللي كانت محدده ليها وهو ملعب الاهلي و السلام وبكره هيتقفل الموضوع ده ضب ومفتاح زي ما بيقولوا لانه بكره هو الميعاد النهائي لتقديم طلب تغيير ملعب المباراه وهذا لم يحدث حتى وقتنا هذا